الجميلي هو من سجل هدف السادس الأمس مع الهدفين اللي سجلها. خطيرة للفتح، خطيرة، جول جول جول. جالك دوريس يا وسلي، جالك دوريس سلمه، جول ثاني للنموذجي. مش معقولة أبدا ما يحصل في مباراة اليوم، حالة من التراجيديا الخاصة في المباراة، حالة من الاستنفار في المباراة. هكذا من يريد أن يكسر الصدارة يسجل على الخطاف، على الخطافية. الكرة اللعبت بنفس الطريقة، دوريس سلمه خطفها براس الهداف. 6 أهداف الآن لدوريس سلمه، سجل النموذجي هدفه الثاني، هدفه الثاني. ومن حمدان هالمرة، من حمدان فارس الميدان اللي لعبها بالمقاس وما تروح من قناة.